نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة 5 سنوات والآن تائب، هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما الحل؟ وهذا المال يقدر أكثر من 10,000 وهو لا يعرف مقداره الآن. نعم، الزكاة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء، فإذا منعها الإنسان كان منتهكا لحقين، حق الله وحق الفقراء أو غيرهم من أهل الزكاة. فإذا تاب بعد 5 سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وبقي الحق الثاني وهو حق مستحق الزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما يثاب ثواب الزكاة مع صحة توبته لأن فضل الله واسع. أما تقديم الزكاة هل يتحرى ما يرى أنه مقدار الزكاة؟ بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فـ10,000 مثلا زكاتها في السنة كم؟ 250. فإذا كان مقدار الزكاة 250 فليخرج 250 عن السنوات الماضية، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن 10 فليخرج مقدار هذه الزيادة. نعم. خمس سنوات عن كل ما مضى من السنين.